ما بين الهدوء والحراك وما بين محاولات الريادة والتجديد، يعيش المسرح السعودي مرحلة يطل من خلالها على الماضي وما أنجبته خشبة المسرح من مواهب سعودية عدة. إلا أن بعض المهتمين في المجال الفني يرى أن واقع المسرح السعودي يواجه هذه الأيام إشكالية حقيقية، ألا وهي قصر حياة العروض على الرغم من الفترات الزمنية الطويلة التي يهدرونها في التحضير، وهذا يعود إلى قلة الدعم المادي على حد تعبيرهم، ثم القاعات الغير متوفرة وغير مجهزة، والنفس المسرحي القصير لدى المسرحي السعودي. كما أن المسرح لا زال يناضل من أجل العودة بقوة، فالهجوم الكاسح للحركة السينمائية وتطور دور السينما، فضلا عن برامج التواصل الاجتماعي وقوة حضور الإنترنت، سرق الضوء من المسرح. ويرى البعض أنه لطالما استمر المسرح السعودي قائما على الاجتهاد الفردي ويخضع لرؤى فردية لا تجتمع في بوتقة استراتيجية نهضوية، وسيبقى المسرح السعودي ليس مخططا بشكل مؤسساتي حتى الآن. ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع: المسرح السعودي إلى أين؟ إلى أين؟ فهد المسعودي، يا هلا.